هذه الحلقة برعاية سيداتي أنساتي سادتي، يرجى ربط أحزمة الأمان استعداداً للإقلاع. واخيرا وصلنا بالسلامه لاخر محطه بجولتنا في اوروبا، برشلونه ثاني اكبر مدينه في اسبانيا بعد العاصمه مدريد. برشلونه الهمت كميه كبيره من الفنانين والكتاب والشعراء. تعالوا مع بعض نكتشف المدينه الجميله دي. برشلونه تقع في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيره ايبيريا على شاطئ البحر المتوسط، تعد ثاني أكبر مدن إسبانيا بعد مدريد، وهي عاصمة منطقة كاتالونيا. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,600,000 نسمة، أما سكان المدينة بضواحيها فيتعدى 4 ملايين نسمة. التاريخ: تقول بعض الأساطير أن والد هانيبال أسس مدينة برشلونة في المكان الذي توجد فيه برشلونة اليوم في القرن 15 قبل الميلاد. اتخذ الرومان من المنطقة حصناً أو مخيماً لجيوش الدولة. في أوائل القرن الخامس الميلادي احتلت المنطقة من قبل القوطة الغربيين، ثم فتحها المسلمون في القرن الثامن الميلادي، إلا أن لويس شارلمان استطاع أن يستولي على المدينة عام 801، وبقيت برشلونة تحت الحكم المسيحي حتى عام 985 ميلادية، عندما استردها القائد المسلم أبو عامر المنصور، أحد أقوى حكام الأندلس المسلمين. دمرت المدينة في عهد الحروب الإسبانية عام 1714. هدم الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا حي التجار في المدينة ليبني قاعدة عسكرية كجزء من معاقبة المدينة التي ثارت على حكمه. منع التحدث بالكتالونية ومنع التدريس في جامعتها التي افتتحت عام 1450 ميلادية. أتبعت المدينة للإمبراطورية الفرنسية في عهد نابليون بعد أن احتل الفرنسيون إسبانيا، ووضع أخو نابليون جوزيف بونابرت حاكماً للأجزاء المحتلة فيها. وقد حررت المناطق المحتلة الإسبانية بعد سقوط نابليون. خلال
خلال القرن التاسع عشر الميلادي نمت المدينة خلال فترة الثورة الصناعية، إذ كانت مركزاً للعديد من الصناعات التجارية. خلال تلك الفترة، عندما ضعفت سلطة مدريد على مدينة برشلونة، قام سكان المدينة بهدم سورها المبني في القرون الوسطى، وكذلك تم تحويل حصن الريبيرا إلى حديقة عامة. مع بدايات القرن العشرين، قام القوميون الكتالونيون بدعوة للاستقلال الذاتي عن إسبانيا والمطالبة برفع سقف الحريات في الإقليم الكتالوني. تعد برشلونة من أولى المدن الصناعية الكبرى، وهي مدينة تجارية وفيها مركز هام للسياحة، حيث أن 17% من العاملين في المدينة يهتمون بالسياحة والفندقة. إن هذه المدينة تحتوي على مركز فني هام، فيه أعمال لفنانين كبار بمجالات مختلفة كبيكاسو وميرو والرسام دالي، وأيضاً من بين المدارس والمؤسسات العالية للتعليم جامعة برشلونة، وهي من أقدم الجامعات الأوروبية والعديد من الجامعات الأخرى. يا سلام، شنو أكل حلو ده؟ ما حقول لكم. لأنه معمول بحب. ماما، المناسبة شنو؟ ما لازم يكون في مناسبة، المهم يعجبكم. تسلمي لينا، تسلم يدك. الأول معمول بحب.
كابو؟ أهلا يا خالد. بشنو؟ لبن، اتفضل. لا شكرا يا صاحبي، ده بكتيريا. أمي هدول فورته. طيب سيبه يبرد شوية، تعال وريك. اتصور ده المكان اللي بيجيب منه اللبن، هل كنت حتشربه؟ ده شنو ده؟ لا بس اللبن. ما تشيل هم يا خالد، ما كل اللبن كده. تعال معينا شو الدنيا كابو. شوف ده اللبن نظيف طازج صحي، هاك جرب. كنتوا وين يا أولاد؟ اللبن برد. أمي تاني لبن كابو بس. أهو ده اللبن، لبن كابو الطازج. كابو دنيا جديدة. تعتبر مقاطعة كاتالونيا من أكثر المناطق الإسبانية سياحة وغنى، سواء كان ذلك في شواطئها الساحرة أو عماراتها التي تتنفس تاريخها العريق وحاضرها الجميل. أنطونيو غاودي واحد من أبرز المعماريين العالميين ومن رواد الحركة الكلاسيكية الحديثة في القرنين 19 وبداية القرن 20. ولد في برشلونة سنة 1852 وتوفى سنة 1926. وابتداء من الخمسينيات أخذ النقاد يضعون عمارته كمؤشر أو بوصلة لمرحلة مهمة من تاريخ تطور العمارة الحديثة في أوروبا. غاودي فنان ومعماري درس العمارة الأندلسية، كما اطلع على بعض الكتب التي تحتوي على رسوم وتصاميم طراز العمارة القديمة. لهذا فإن النقاد والمحللين يذكرون بأن العمارة الإسلامية والقوطية والباروكية هي الأساس في وجود عمارة غاودي، حيث منها أخذ يستلهم أفكاره وتصاميمه. الحديث عن غاودي لا ينفصل عن برشلونة، لأن أعماله معروضة في شوارع المدينة بأحيائها القديمة والمعاصرة، وكل ركن فيها ينطق باسم هذا المعمار والفنان العبقري. لذلك فإنه يمكننا أن نقول إن متحف غاودي هو مدينة برشلونة. هذا العبقري الذي ولد عام 1852 ومات عام 1926 ترك بصماته واضحة على كل ركن من أركان المدينة، وما زالت أعماله تثير حواراً لا ينقطع بين الفنانين ومثقفي كاتالونيا.
مالك يا خالد؟ اتغلبنا وعلاء ومروان لزوني ووقعوني. معليش بكرة بتغلبوهم. ما تستسلم يا خالد، لو اتدربت وشربت لبن كابو الطازج يوميا حتكون أحسن لاعب كورة. لبن كابو الطازج يمدك بمناعة أعلى وعظام أقوى وقدرة ذهنية عالية. لبن كابو الطازج الآن دسم أكثر. يا سلام شنو أكل حلو ده؟ ما حقول لكم. لأنه معمول بحب. ماما المناسبة شنو؟ ما لازم يكون في مناسبة، المهم يعجبكم. تسلمي لينا، تسلم يدك. الأول معمول بحب. لكن من أهم الأعمال الخالدة لهذا الفنان هو كنيسة العائلة المقدسة في برشلونة، وكان هذا العمل الأسطوري يعد بمثابة عصارة تجربة وعبقرية جاودي. ورغم أن المشروع قد بدأ به سنة 1883 إلا أن العمل لا زال جاريا فيه، بمعنى أنه قد مر على بنائه أكثر من 100 سنة ولم يكتمل إلى الآن. يشاهد في هذه العمارة الثراء الزخرفي للفن القوطي، وكذلك بعض العناصر المعمارية من طراز المدجنين، كما يشاهد بأن الجزء الشمالي من المعبد قد نفذ أيام حياة جاودي حتى وفاته سنة 1926، أما الجزء الآخر فلا زال العمل جاريا فيه وبإشراف نخبة جيدة من المعماريين والفنانين. ويلاحظ أن هناك أسلوبين أو طرازين في هذه العمارة. الأول هو طراز كلاسيكي حديث منبثق ومصمم من قبل تفكير وعقلية جاودي حتى وفاته. الثاني هو طراز حديث يعتمد في معاييره على موجة الفنون الحديثة وما بعد الحداثة. إن أجمل ما يشاهد في هذا المعبد هو الأبراج الشاهقة التي نحتت نحتاً دقيقاً وجميلاً، وهي ذات طراز قوطي يمتاز بالرشاقة والعلو والتماثل. وأيضا نشاهد فيها تأثيرات من أبراج المعابد الهندية والبوذية. وكان الفرق بين هذا المعبد والكنائس الأخرى هو أن جعل جاودي المنحوتات والرموز والزخارف جزءا من العمارة وكأنها من مواد الإنشاء، بينما لا نجد ذلك ظاهرا في الكنائس الأخرى.
يقول الناقد فيوليت ليك دوك إن البناء هو فن وعلم، وغاودي بناء فريد في نوعه، فقد استطاع أن يربط ويكون علاقة ناجحة بين بعدين رئيسيين في حياتنا. ولا يمكن شرح أعمال غاودي دون معرفة عمقها الفكري ووظيفتها الاجتماعية، ثم لا يمكن تجاهل الرموز الكثيرة في أعماله، فكل عمل يعكس قدرة كبيرة على الخيال والاتجاه العقلاني في العمل والتصميم والوظيفة، بحيث تجد لها أسبابا ومبررات مقنعة وضرورية في حياتنا. ولا يمكن القول إنها زائدة وليس لها وظيفة معمارية، وربما يعود ذلك كله إلى سيطرة العقل على كل أمور الإبداع، بالإضافة إلى اتجاهه الديني. وكان لغاودي قدرة ممتازة على التخطيط أبعد وأوسع من التقاليد المعمارية الموروثة. ويقول الناقد سولا موراليس إن معرفة أعمال غاودي لا تأتي من كونها مرحلة مرت بها العمارة العالمية، وإنما هي نموذج للدراسة والتحليل. ويذكر النقاد بأن غاودي كان يتبع في عمارته فن المنمنمات، حيث يهتم كثيرا في التفاصيل، ولكن هذه التفاصيل لها مبرراتها العقلية والفنية والدينية. وكانت الزخرفة عنده بمثابة الرداء الذي يحدد هوية الشكل ومميزاته، كما أن تنوع الزخرفة عنده تعكس فوضى الأفكار والاتجاهات في القرن التاسع عشر. وقد استعمل غاودي كل الحرف والطرق الفنية التي يعرفها وأبدع فيها، وجعلها واسطة طيعة للتعبير عن خيالاته وطموحاته وأفكاره. إن الثراء الفني الذي نجده في أعمال غاودي والخصوبة والسعة والتنوع جعل بعض النقاد والمؤرخين يضعونه في صف الحركة التشكيلية الحديثة. ويذكر الناقد ألكسندر غريتشي بأن غاودي كان رساماً تجريدياً دون أن يشعر، وقد مات وظهرت من بعده الحركة التجريدية التي يتزعمها كانت نيسكي، كما كانت لخيالاته الفانتازية تأثير كبير على الحركة السريالية. وقد صدر كتاب عام 2002 تحت عنوان غاودي ودالي،
يضع مقارنة بين أعمال جاودي ودالي، وكيف أن دالي قد تأثر بخيالات وأفكار جاودي. وفي سنة 2002 احتفلت كاتالونيا وإسبانيا كلها بمرور 150 سنة على ولادة هذا المعماري العبقري، حيث صدرت عدة كتب عن حياته وأعماله، كما أقيمت محاضرات ومعارض فنية عن رسوماته وتصاميمه. Thank you.
اصحابك بالجي بي ار، تعال شوفنا. شكلي ولا ما شكلي؟ انا بالله شعري شكله كده؟ التفه دي ما ضبطت معاه. Sour. It was sour. It's